لهذا الموعد الإخباري في قطاع الصحة. العمليات الجراحية المعقدة على مستوى رحم المرأة كان هذا محور دراسة في المؤتمر الدولي للجراحة وطب النساء بحضور عدد كبير من المختصين في المجال وكذا متربصين من أجل التعرف أكثر على كل مراحل العملية، خاصة وأنها كانت ببث مباشر من غرفة العمليات. التغطية حضرتها هند مرين. Je suis en vaginostomie. Si je suis en vaginostomie, c'est Madame Bouzy. À mon sens, si cette patiente désire encore adhérer la robotisation, la réutilisation. المؤتمر اليوم يهم جراحة النساء، جراحة النساء في الجهاز التناسلي، والجراحة هذه تكون من الجراحة جينيكولوجيك، ستادير كل أمراض اللي تقوس بالرحم، بالمهبل، بقناة فالوب، بالمدى ديالو واش يقول، هو تعليم هذا الجراحة في الجزائر. جا كان عندنا إخصائيين يعملوا جراحة، وكان طلبة يجوا يحضروا المؤتمر هذا وندرسوا تطور الجراحة في العالم، ونجيبوا خبراء أجانب ونعملوا الجراحة في الجزائر. La chirurgie live يعني des transmissions des interventions chirurgicales من قاعات العمليات في مستشفى بارني مصلحة النساء والتوليد، واللي بارتيسيبون كانوا هنا في ليكول سوبيريور ليزا باش يشوفوا التقنيات في الجراحة تاع النساء، وهذا واش يمثلنا باللي عندنا يعني ديجا دي كاباسيتي باش ننجموا هاد العمليات ننجموا ننقلوهم في مثلا في المناطق في الجنوب.